بعد الفوز على غينيا ماذا قال بالماضي عن ديلور وارسلماني؟ السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا وعودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله. ولو مش مشترك في القناة ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. علق جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر على مستوى الثنائي اسلام سلماني واندي ديلور في المباراة الودية امام غينيا. اسلام سلماني سجل هدفا قاد به منتخب الجزائر للفوز على غينيا وديا 1-0 مساء الجمعة، واحتفل بالنظر تجاه مقاعد البدلاء بعد تسجيله للهدف، مرفقا ذلك بتعليق باللهجة العامية الجزائرية يحمل في معناه بأنه الشخص الأكثر أهمية. وقال بالماضي بخصوص إسلام سلماني بعد نهاية اللقاء ضد غينيا: سلماني ليس هدافا للمنتخب الوطني الجزائري، من العدم ومن الممكن بأن يكون قد استفاد من العمل الكبير الذي قام به أندي ديلور في الهجوم قبل أن أقوم بالدفاع به. وأضاف أندي ديلور: لم تصله كرات كثيرة في هذا اللقاء ولم يتحصل على الوضعيات التي يريدها من طرف بقية زملائه، ولكن هذه هي كرة القدم، لا يمكن خلق فرص كثيرة في كل مرة. وجاءت تصريحات جمال بالماضي حاملة لكثيرا من الدعم لأندي ديلور الذي تعرض للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للأداء الهابط في أول لقاء له مع محارب الصحراء بعد غيابه منذ أكتوبر 2021. وكشف مدرب منتخب الجزائر عن نيته في إجراء تعديلات جديدة على تشكيلة الأساسية خلال المقابلة الودية القادمة أمام نيجيريا، وتابع: سأعتمد على عناصر متعودة على اللعب مع بعضها عكس ما كان عليه الحال أمام غينيا، وأنوي منح الفرصة لجميع اللاعبين الذين قمت باستدعائهم لهذا التربص لأرى مدى قدرتهم على تقديم الإضافة المرجوة. ويلاقي منتخب الجزائر نظيره النيجيري يوم 27 سبتمبر الجاري في أرضية ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.